تختتم البطولة الدبلوماسية لكرة القدم التي ينظمها النادي الأهلي على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد فعالياتها ليوم السبت، ويحضر المباراة النهائية وحفل الختام خالد مرتدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ويوليوس لوي السفير الألماني بالقاهرة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بالإضافة إلى المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ومحمود الفيشاوي مدير فرع زايد، ولفيف من مسؤولي وموظفي الخارجية المصرية والسفارات المشاركة في البطولة. ويشهد اليوم الختامي إقامة 4 مباريات تبدأ بمباراتي الدور قبل النهائي، حيث تواجه مصر فريق كازاخستان، على أن تلتقي روسيا مع ماليزيا، والفائز من المواجهتين يصعد للمباراة النهائية، فيما يلتقي الخسران على المركز الثالث. كما يشهد اليوم الختامي للبطولة مباراة استعراضية تجمع قدم لاعبي الكرة بالنادي الأهلي ومنتخب الفرق الدبلوماسية المشاركة في البطولة. وإلى متابعة أخبار اتحاد الكرة، قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة حفل تكريم للحكم الدولي جهاد جريشة في شهر مايو المقبل. وجاء قرار اتحاد الكرة احتفالا باختيار جريشة من قبل الاتحاد الدولي للمشاركة في إدارة مباريات مونديال روسيا الصيف المقبل، ومن المقرر أن يحضر الحفل جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. توجه اليوم منتخب الشباب بمواليد 99 بقيادة حمادة الصدقي إلى مدينة بورسعيد لخوض مباراتي ليبيا الوديتين المقرر لهما يومي 30 من أبريل الجاري والثالث من مايو المقبل. ويخوض منتخب الشباب ميرانه الأول ببورسعيد غدا الأحد استعدادا لمباراته الودية الأولى أمام ليبيا بعد غد الاثنين باستاد بورسعيد. ويستعد منتخب الشباب لمواجهة السنغال في مايو المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها بالنيجر العام المقبل. أنهى المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب اتفاقه بشكل رسمي على مواجهة الجزائر وديا يومي 3 و6 من يونيو المقبل في إطار استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقال شوقي غريب أنه حصل على الموافقات الرسمية لإقامة مباراتين وديتين مع المنتخب الجزائري في الجزائر. وأضاف غريب أنه جاري أيضا التفاوض على مباراتين في شهر مايو المقبل سيتم حسمهما خلال الساعات المقبلة، على أن يتم الإعلان عنهما فور الحصول على الموافقات الرسمية.